أيها الإخوة الكرام، حينما قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ثم يقول الله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا وعد من وعود الله للمؤمنين، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعد آخر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وعد ثالث، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. وعد آخر، وإن جندنا لهم الغالبون. وعد آخر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعد آخر، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه آيات كريمة بين أيدينا، واضحة وضوح الشمس، بل هي قطعية الدلالة، قطعية الدلالة. حينما قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فإذا كان لهم علينا ألف سبيل وسبيل، ماذا نفعل بهذه الآية؟ وحينما قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، فإن لم يكن هناك استخلاف ماذا نفعل بالآية؟ وحينما قال الله عز وجل وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، فإن لم يكن هناك تمكين ماذا نفعل بهذه الآية؟ وحينما قال الله عز وجل وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، فإن لم يكن أمن بل خوف وهلع لا يتصوران، ماذا نفعل بهذه الآية؟ ماذا نفعل إجمالاً بالآيات الكثيرة التي تعد المؤمنين بالنصر والتأييد والتوفيق والحماية ورفع الشأن؟ ماذا نفعل؟ أقول لكم أيها الإخوة، إن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. كلمات الله ثابتة، وعده قطعي، سننه خالدة، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله. في مثل هذه الحالات يجب يقينا أن نتهم إيماننا، أن نتهم جنديتنا لله عز وجل، أن نتهم تقصيرنا. المسلمون وفيهم رسول الله، وفيهم صحابته الكرام، وهم قمم المجتمع الإسلامي. في حنين قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. في حنين خطأ في التوحيد، اعتمدوا على كثرتهم، توهموا أن كثرتهم كافية للنصر. وفي أحد خطأ في التكتيك، خطأ في طاعة رسول الله. هزم المسلمون مرتين، مرة لشرك خفي، ومرة لمعصية لرسول الله. ولو أنهم انتصروا مع شركهم أو مع معصيتهم لسقط التوحيد والطاعة.
فمن نحن إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق وأصحابه معه الذين باعوا أنفسهم في سبيل الله لم ينتصروا؟ فهل نحن نتوقع أن تحقق هذه الوعود ونحن على ما نحن عليه من ضعف في الإيمان ومن شرك خفي ومن تفلت من منهج الله ومن علاقات مالية لا ترضي الله ومن علاقات اجتماعية لا ترضي الله؟ لذلك أيها الإخوة، لمجرد ألا ترى أن وعد الله لم يتحقق، إياك ثم إياك ثم إياك أن تسيء الظن بالله عز وجل. الله عز وجل مع المؤمنين، مع المؤمنين الصادقين، مع المؤمنين الملتزمين، مع المؤمنين الوقافين عند كتاب الله وسنة رسوله، مع الذين أخلصوا له، مع الذين وحدوه، مع الذين باعوا أنفسهم ابتغاء مرضاته. هؤلاء هم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. ويكفي أن الله جل جلاله يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقد أجمع علماء التفسير على أن إضاعة الصلاة لا يعني تركها، لكن إضاعة الصلاة تفريغها من مضمونها بلا مضمون. لا تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لا تنهه صلاته عن غش المسلمين، لا تنهه صلاته عن أن يأخذ ما له وأن يدع ما ليس له، يريد أن يأخذ ما له وما ليس له. فمثل هذه العبادات الجوفاء التي لا تدعمها استقامة والتزام ووقوف عند كتاب الله، هذه العبادات الجوفاء لا تسمى عند الله صلاة، ولا يسمى هذا الصيام صياماً، ولا يسمى هذا الحج حجاً. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من حج بمال حرام وقال لبيك اللهم لبيك، يناديه مناد ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. أيها الإخوة الكرام، إن حسن الظن بالله ثمن الجنة، إن حسن الظن بالله ثمن الجنة، لكن ضعاف الإيمان وصفهم الله عز وجل. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أقول لكم مرة ثانية، زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، فإذا هم 1,200,000,000 ليس أمرهم بيدهم وليست كلمتهم هي العليا، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. يا أيها الإخوة الكرام، هذا الذي حدث تغطيه الآية الكريمة: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نحن محسوبون على الله، محسوبون على دين الإسلام، محسوبون أننا من أمة محمد سيد الأنام. لكنك إذا دققت في حياتنا وفي علاقاتنا وفي كسبنا لأموالنا وفي إنفاق أموالنا وفي علاقاتنا بزوجاتنا وبناتنا وأولادنا وفي حلنا وترحالنا وفي سلمنا وحربنا، لا تجد الإسلام مطبقاً في حياتنا. فلذلك كأن هذا الذي حدث وضع المسلمين في شتى بقاع العالم، في شتى قارات الأرض، أمام موقف صعب: إما أن تكون ملتزماً، وإما أن تضع حظوظك ومصالحك التي تأتيك من معصية الله تحت قدمك حتى تستحق نصر الله عز وجل، وإما
تنطبق علينا الآية الكريمة، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، وليس لكم أي ميزة إطلاقا. أنتم بشر ممن خلق، من هؤلاء الشعوب الشاردة، من هؤلاء الشعوب الضائعة، من هؤلاء الشعوب الساقطة من عين الله، من هؤلاء الشعوب المادية التي جعلت همها طعامها وشرابها وشهوتها. أيها الإخوة الكرام، الأمر لا يحتمل مجاملة، ولا يحتمل مداهنة، ولا يحتمل أن نثني على بعضنا بعضاً ونحن بعيدون عن نصر الله عز وجل. هذه الفقرة من الخطبة تابعة للخطبة السابقة. أيها الإخوة الكرام، ماذا علينا أن نفعل الآن؟ ماذا يمليه علينا شرعنا العظيم؟ ما الذي يمليه علينا قرآننا الكريم؟ أول شيء يجب أن نوحد. التوحيد كلمة يقولها أي إنسان، لك أن تقول 1,000,000,000 دولار، فرق كبير بين أن تلفظها وليس في جيبك ليرة واحدة، وبين أن تملكها، وفرق كبير أيضاً بين أن تقول لا إله إلا الله وبين أن تكون موحداً حقيقةً. إن كنت موحداً لا تخشى إلا الله. إن كنت موحداً حقيقةً، إذا قرأت قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وتسليماً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. التوحيد، التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى أن يد الله فوق أيديهم، أن ترى أن يد الله تعمل في الخفاء، أن ترى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أن تعتقد أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق، أن ترى أن الله ما كان ليذر المؤمنين على ما نحن عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما هذا التداخل؟ ما هذه الضبابية؟ ما هذا التقييم المائع؟ كل من دخل المسجد حسب مسلماً، ولكن دقق في حياته اليومية. ألم أقل لكم من قبل، لو دققت في حياة المسلمين وجدتهم عملياً لا يؤمنون بالآخرة، يعملون عملاً لا ينبئ أنهم يخافون الآخرة، يأكلون أموال بعضهم بعضاً، يعتدون على أعراض بعضهم بعضاً، يأخذون ما ليس لهم، يتجاوزون حدودهم. أيها الإخوة الكرام، لعلي في هذه الخطبة أتعاون وإياكم على وضع اللمسات التي نحن في أمس الحاجة إليها. جدد إيمانك بالله، جدد إيمانك بالله. إياك أن ترى أن مع الله أحداً، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا، أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس. ليس مع الله قوي، القوي هو الله. ليس مع الله ذكي، الله عز وجل وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له. على ما عندهم من حرص ومن احتياطات تفوق حد الخيال، يؤتى الحذر من مأمنه، لا ينفع حذر من قدر، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب.